وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد عبد الحكيم محمد الشنو، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. أهلا بك سعادة النائب في نشرة الثالثة، وبمناسبة يوم العمال العالمي، هل لك أن توضح لنا أوجه الدعم والحماية التي تقدم للعمال والمحافظة على حقوقهم ضمن التشريعات الوطنية بما ما يتماشى مع معايير العمل الدولية؟ حقيقة أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام، وبهذه المناسبة أبارك الجميع بهذا اليوم، قيادة وشعب، قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجميع العاملين وموظفي الدولة سواء في القطاع الخاص أو العام. ونتأمل بأن تشمل هذه المباركة جميع العاطلين عن العمل في الفترة القادمة من خلال القواسم المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي في الحقيقة شمل في برنامج عمل حكومة 2023-2024 عشان تكتمل الفرحة لجميع المواطنين. احنا فقط من 3 أسابيع نتكلم عن تشريع جديد وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الله يحفظه بمبادرة منها للأعلى. هذه المبادرة الحقيقة تتوافق مع مقترح مجلس النواب والذي قدم لدعم التطور الوظيفي للبحرينيين في الوظائف، واللي يحمل شغلوها شهادات عليا، ويتيح لهم أيضا الفرصة للارتقاء في الوظائف النوعية اللي تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم. في الحقيقة المساعي مستمرة، نعم، وكانت من السلطة التنفيذية والتشريعية، وإحنا يعني في مملكة البحرين ولله الحمد ننعم بدستور مضامينه نبيلة جميعا، يعني كفيل بأنه تكفي الحقوق للعاملين في القطاع الخاص أو العام. نعم. يعني المادة 13 من دستور مملكة البحرين واضح، العمل واجب على جميع المواطنين، تقتضيه الكرامة وبكل مواطن حق العمل في نوعه وفقا للنظام والآداب، كما أنه لا يجوز يعني فرض عمل إجباري على أي أحد. نعم. لا في الظروف اللي يعني يعني اللي ساندها القانون بالضرورة وبمقابل عادل. فهناك إحنا تشريعات جدا يعني تساند حقوق العمال والموظفين، واللي هي بعد أيضا تتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المختلفة. نعم سيد عبد الحكيم، نعم، تكلمتم عن جانب كدوركم أنتم كبرلمانيين في تعزيز حقوق العمال، ماذا عن دوركم البرلماني لتعزيز بيئة العمل الآمنة والتي تحد من مخاطر الحوادث والأمراض المهنية، وهو أمر ضروري لضمان سلامة العمال؟ طبعا احنا في كذا يعني فصل تشريعي الأخوة النواب ما قصروا في سن التشريعات اللازمة في ما يعني اللي تدفع يعني تنفيذ حقوق العمال والتقيد بشروط السلامة العامة والخاصة في جميع الميادين، وتشديد الرقابة التشريعية على جميع القطاعات. يعني احنا على تواصل دائم مع الرقابات العمالية في مملكة البحرين، احنا من شهر تقريبا يعني ماخذين بعض القضايا من بعض النقابات اللي احنا نساندهم في يعني رقابتهم على حقوق العمال في جميع الشركات والمؤسسات ومختلف القطاعات في المملكة. نعم. احنا بدورنا ايضا ان احنا نستشف ونستشير هذه النقابات باحتياجاتهم التشريعية في الفترة المقبلة والمستقبلية، واللي حقيقة تحافظ على مكانة العامل والموظف في مختلف القطاعات، ومستمرين في هذا التشريع إن شاء الله، ولا يخلو المجلس التشريعي من يعني القوانين اللي تساند حقوق الموظفين والعمال في مملكة البحرين. نعم. سعادة السيد عبد الحكيم محمد الشنو، عضو مجلس النواب، عضو شؤون اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.